عراقيون عالقون على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا. مسلسل رشاش يسيء لنساء اليمن، هاشتاج يتصدى الترند في السعودية. قاس يقوم بخياطة فمه احتجاجا على أزمة المناخ. والمزيد في هذه الحلقة من يو ترندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. من العراق نبدأ مع فيديو انتشر عبر تيك توك لمواطن أوقف سيارته على سكة القطار، مما جعل القطار يتوقف بانتظار وصول صاحب السيارة لإزاحتها عن طريقه. المواطن اللي قام بتصوير الفيديو ناشد الجهات المختصة لإيجاد حل ما يحصل من فوضى واستهتار وعدم التزام بالقوانين. شاهدوا معي. السيارة هنا واقفة على خط القوسين والكاظمية والمنصور. زين هذا القطار ليه يفوت يا اخوان؟ انقذونا، الله ينقذكم، ارحمونا بالسماء. والله يا بولت احنا هاي مال بولت والريبوت. انا صاير يا جماعه متجوز على خط السكه وموقف سياره بس خط السكه وقبال بيته يندعي. يعني صاير هاي، خلي تشوف السكه، خلي تشوف العالم، خلي تشوف المدير العام، خلي يشوفون، خلي يشوفون معاناه سياره القطار، خلي يشوفون معاناه سياره القطار. اللي يروح للمحاكم ويدخل سجون، خلي يشوفون معاناه سياره القطار، اللي يشوفون هاي معاناة سائق القطار. القطار واقف وينتظر سائق السيارة وين؟ ما حيدري بيه. وإلى فيديو آخر انتشر عبر فيسبوك لرجل من الجنوب يزور الرمادي ويتفاجأ بوجود جسر مشاة مكيف. السلام عليكم أخوان، حاليا أنا بالرمادي بس الله عليكم شايفين جسر مال مشات هيك مسقف وبتبريد. اهان الظهر هسه الساعه بالثنتين ونص يشهد الله بالرمادي، وهذا الجسر هذا تصعد بيه تبريد لحد ما تعبر ذاك الصوب تبريد. اسالكم بالله الانبار مو محافظه من محافظات العراق؟ لو انا مشتبه ليش هيك؟ ليش وهاي الانبار وهاي شوارعها؟ يلا باوع تلقى زباله بالشارع، تلقى هاي وهذا الجسر. امانة الله رسول الله ما جايه خلي يجي جسر عبور مال مشات بيه تبريد. قادر الله يجوز احنا بغير دوله وما نعرف. والى صور وفيديو صادم لمجموعه من الشباب والعوالي العراقيين عالقين على الحدود في حاله اعياء واغماء من شده الجوع والعطش. هؤلاء العراقيين عالقين بين بيلاروسيا ولتوانيا منذ اكثر من 3 أيام لاجل الهروب والهجره الى اوروبا، والدولتين ترفض أن تستقبلهم أو ترجعهم. انتشار الصور والفيديو أثار ردود فعل مختلفة عبر الفيسبوك. عمر كريم كتب يقول: الله يكون بعونهم، بس خلينا نكون واقعيين، احنا جت فترة من الزمن ناس من نزحة أيام الظل نايمة على حدود المحافظات وإلا كفيل يلا تفوت، واحنا أبناء بلد واحد، شلون تريد دولة تدخلك وأنت جاي من بلد يعتبر مصدر قلق للغرب ومصدر للمشاكل؟ أم محمد أيضا كتبت تقول: أكو وطن ما ينذلون هالمذلة ويعرضوا روحهم للخطر والموت. عافية العراقيين بداخل بلدهم ميتين، خارج بلدهم ميتين، تقول إسرائيل موقع عقد الموت بس ويا العراقيين، الله يعينهم ويوقف لهم يا رب. أيضا على رأفت كتب معلقا: الله يكون بعونهم، لو شايفين أو محصلين شيء من بلدهم ما كان جاسفه وطلعوا ورموا روحهم بهاي التهلكه. لو بلد متوفره بابسط حقوق الانسان اللي هي الخدمات والامان والاستقرار والتعيينات ما كان فكروا اصلا بالهجره.
الجدير بالذكر مشاهدينا أنه بعد ساعات من نشر هذا الفيديو وتوجيه نداءات للجمعيات الحقوقية تم إنقاذ الشباب. هذه كانت مشاهدينا أبرز المواضيع التي تم تداولها في فيسبوك عراقيا، والآن إلى موضوع آخر من السعودية مع مسلسل رشاش اللي يحظى حاليا بشعبية كبيرة ويحقق نسبة مشاهدة عالية واحتل المرتبة الأولى على جوجل، حيث يصل البحث عليه يوميا أو في اليوم الواحد إلى 50,000 عملية بحث. وبدأت تغزو أوساط الشباب والمراهقين شخصية رشاش وعصابته، وانتشرت كثير من مقاطع الفيديو لمراهقين قاموا بتقليد رشاش وطريقته بقطع الطرقات والسرقات. أسوي نفسي إني عطلان بس كذاب، مالي عطلان، أبغى أي واحد يساعدني بأشلح. فخير أمك تعال خط دولي وساعدني علي الحرم، لا أشلحك وأنت ما قادر توصلني. تعال السناب أشلحك في سنابي، ترى في الباو إنجليزي كذا أضغطي حولك السنابي أشلحك في السناب. ما حصلنا حتى شيء ولا سوي نفسي إني ميت ولا ما أدري أسأل. هذا المسلسل أثار حفيظة الشعب اليمني، حيث اتهم بالإساءة لنساء اليمن والطعن بشرفهن. على خلفية مشهد في الحلقة الخامسة يقول فيه رشاش لعمر بأنه يحتفظ بالنقود للذهاب إلى اليمن ليستمتع هناك مع نساء وتعاطي المخدرات، ونشط هاشتاج بعنوان مسلسل رشاش يسيء لنساء اليمن. أطلق فيه مغردون الكثير من التعليقات اللي دافعت عن المرأة اليمنية ومكانتها ونضالها، وشارك في هذا الهاشتاج عدد كبير من السعوديين أيضا اللي قدم بعضهم اعتذارا للمرأة اليمنية. من السعودية وهذا الموضوع إلى لبنان، حيث توفي الممثل الإيراني العالمي والبديل ومنفذ المشاهد الخطرة أرشا أقدسي عن عمر ناهز 39 عام. أقدسي تم نقله إلى أحد المستشفيات في بيروت بعد إصابته في حادث سير خلال تنفيذ لقطة مجازفة في مسلسل السجين اللي شارك فيه بطولته نجوم من لبنان وسوريا ومصر. أقدسي تعرض لإصابة خطيرة وحادة في رأسه وأنحاء مختلفة من جسمه قبل أن يدخل في غيبوبة لساعات قليلة، من بعدها فارق الحياة. وكان من المفترض خضوعه لجراحة ضرورية إلا أن مؤشرات جسمه الحيوية كانت منخفضة جداً ولم تسمح بإجرائها. أقدسي اشتهر بإتقانه للأدوار والمشاهد الخطرة في الأفلام، وخضع لاختبارات صعبة ومعقدة في العاصمة الروسية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علم أسلوب البدلاء، ونال أيضا شهادة هوليوود في لعب الأدوار الخطرة للممثل البديل. من أبرز أعماله موت الضوء، يوغا، كونغ فو وسكايفول، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند، واللي نال عنا جائزة SAG عن المجازفة اللي أداها خلال هذا الفيلم. أخيراً إلى لبنان، مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء وتقنين اشتراكات المولدات، ابتكر مواطن لبناني طريقة لشحن الهواتف وتشغيل مواتير الماء وتشغيل التلفاز ومشاهدة الأخبار عبر خدمة ديليفري فريدة من نوعها، حيث قام بوضع مولد كهرباء في سيارته ويجوب به الطرقات. شاهدوا معي. اللي بده يحضر اخبار، اللي بده يبرد، اللي بده يشرش تليفوناته، اهلا وسهلا فيكم اشتراك دليفري بالنسبه لقطعه الكهرباء. مشاهدينا، المزيد من اخبار السوشيال ميديا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في يوتريندينج. نكمل حلقتنا مع أبرز الفيديوهات اللي تم تداولها عالميا، والبداية من الهند وحادثة غريبة، حيث تصدر هاشتاج بعنوان الرئيست لكناو جير، اعتقال فتاة لكناو. هذا الهاشتاج تصدر بعد انتشار مقطع فيديو تحول لقضية رأي عام. الفيديو لامرأة تعبر الشارع بلا اكتراث، وعندما اقتربت منها سيارة أجرة أخرجت السائق من السيارة وصفعته أكثر من 20 مرة على وجهه أمام الناس وأمام الشرطة. شاهدوا معي.
الفتاة واسمها رهنة تم القبض عليها، لكن تم إطلاق سراحها لعدم وجود جريمة، الأمر اللي تسبب بموجة غضب، وطال الغضب النسويات والحركات النسوية. وسبب هذا الاستياء عدم تجريم أو معاقبة الفتاة لأنها أهانت شخص لم يؤذيها ولم يفعل لها شيء. السائق اللي تعرض للضرب اسمه سادات علي صرح في مقابلة معه أنه لم يحصل على طعام لمدة 24 ساعة، وأنهم في التحقيق استمعوا لكلام المرأة فقط بينما ظل يسأل ما هو خطأه، وختم قائلا: أنا سائق سيارة أجرة فقير، لا أريد أي شيء آخر عدا إعادة كرامتي واحترامي الذي أخذ مني. أما الفتاة فقالت أنها تعرضت سابقا للتحرش والضرب من السائقين، وأنها تلوم الشرطة ومخالفي المرور والسائق، وأنها ضحية ومجني عليها. هذه الحادثة تأتي بتزامن مع التحول العالمي ضد الحركات النسوية، واللي بدأت مؤخرا في إيطاليا وكوريا، وهذا ما جعل كثير من المعلقين العرب يعلنوا تضامنهم مع السائق وصب غضبهم على الحركات النسوية، كبدر اللي كتب يقول: فكرة أن الرجال ما يمد يده على المرأة لازم تندثر، الوضع صار مسخرة. أما زين فكتب يقول: أحس في الفترة الأخيرة النساء صارت حقوقهم وأفضليتهم في القانون أكثر بكثير من الرجال، وعجبهم الوضع ولسه يطالبون حقوق زيادة. نائل العامري أيضا غرد يقول: الفكر المتطرف لأغلب النسويات هو اللي سبب الشيء هذا، طبعا هو يقدر يأخذ حقه ويمسح فيها الأرض، لكن بالنهاية بيصير هو الغلطان، عشان كذا سكت. من هذا الموضوع من الهند مشاهدينا إلى البرازيل، وفيديو منتشر لعروسين قاما باستئجار طائرة ألقت عليهما أكثر من 900 لتر من الماء لكي تقوم بخلق قوس قزح للقطات ليلة العمر والزفاف. وتظهر لقطات العروسان وهما يتحملان طوفان المياه من أجل أن تظهر ألوان قوس قزح في الصور. المصور اللي قام بالتقاط الصورة قال أنه اعتبر تلك المناسبة فرصة لعمل شيء مختلف يميز العروسين ويصنع لهما ذكرى يتحاكيان بها العمر بأكمله، وأشار إلى أن تلك اللمحة المجنونة جاءته بعد تفكير قصير بعد أن قرر الخروج عن المألوف، وذكر بأنه لا يتصرف فقط كمصور محترف بل شخص يعشق ما يفعله ويحاول الابتكار فيه. وأضاف: بالفعل استطعنا استئجار طائرة ألقت بكل تلك الكمية الهائلة من الماء لخلق تأثير يماثل المطر الكثيف المنهمر من السماء، وقال بأن النتيجة كانت رائعة تستحق التعب والمحاولة. لنشاهد إذا كان الأمر فعلا يستحق. نكمل مع ترند آخر من أمريكا. أبهرت أم لعشرة أطفال متابعيها بمهارتها بتحضير الطعام لأطفالها العشرة في الساعة الخامسة فجرا. الأم وتدعى إليسيا تبلغ 40 عام، لديها 6 أطفال بالتبني و4 أطفال بيولوجيين تتراوح أعمارهم بين العامين و15 عام. إليسيا يتابعها أكثر من 1 مليون شخص على تيك توك، وحقق الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تحضر وجبات الإفطار أكثر من 18 مليون مشاهدة. إن أطفال أنجبتهم لاحقاً وآخرين تبنتهم، ولديها هي وزوجها خطط لتبني المزيد وتحديداً المراهقين لأنهم أقل احتمالاً للتبني. المعلقون الأمريكيون اعتبروها بطلة خارقة لقدرتها على تحضير الطعام لهذا العدد من الأطفال. أما المعلقين العرب فكان لهم رأي مختلف، كماهر اللي كتب يقول: أمهاتنا يحضران الطعام لأكثر من 20 شخص يومياً ولم يتم ذكرهم. أما تعليق آخر من جوهرة فكتبت: الله يحفظ أمهاتنا يحضرن أكل ل 15 و18 طفل يسبحا وينظفا غير طلبات الزوج والبيت وما قالا شيء. نبقى مشاهدينا في أمريكا ومشاهير السوشيال ميديا. اشتهرت مستخدمة أمريكية لتطبيق تيك توك على نطاق واسع بعد مشاركتها مقاطع فيديو لفمها الواسع اللي بلغ حجمه 2.56 بوصة.
Each journey to find the biggest and best sandwiches, I went to Tony Bologna's in Hoboken, New Jersey. First, I had to try their Shitface 3000 sandwich. This sandwich has beer batter, chicken, honey stout barbecue sauce, smoked bacon, mozzarella, cheddar cheese, and Fritos. This sandwich was sweet, smoky, and so savory. Then I couldn't leave without trying their secret boil. This baby has 1 pound of lobster, 1 pound of crab, 2 types of mozzarella, garlic aioli, and garlic butter to dip it in. She was ginormous, and she was stunning. These sandwiches were absolutely insane. The meat to bread ratio was on par. Love the bread. Have to give it a 9.3. On this week's journey to find the biggest and best sandwiches, I went down the street to Elm Street Diner in Stamford, Connecticut. I heard they knew a little something about big and delicious food. I just had to try their signature chicken cutlet vodka mozzarella sandwich. This puppy was topped with vodka sauce with chicken cutlets, mozzarella sticks between grilled Texas toast. Oh my God. And for dessert? I mean, have you ever seen anything more beautiful in your life? Churro French toast, Nutella, peanut butter cups, peanut butter sauce, peanut M&Ms topped with ice cream. I am a new woman. هذه المقاطع قادت سامنثا رامزدل إلى تحطيم الرقم القياسي ودخول موسوعة جينيس لأكبر فم لأنثى في العالم. إلى بريطانيا واحتجاج من نوع غريب، حيث قام قسوة ناشط في مجال البيئة بخياطة شفتيه في محاولة منه لتسليط الضوء على أزمة المناخ واعتراضا على نقص التوعية بقضايا المناخ في وسائل الإعلام الخاصة بالمملكة المتحدة. تيم هيوز البالغ من العمر 71 عام نفذ احتجاجه أمام مقر مكاتب شركة الإعلام العالمية نيوز كورب والتابعة لمجموعة إمبراطور الإعلام روبرت ماردوك في وسط لندن، احتجاجا على ما اعتبره نقصا مقصودا في عرض البرامج المختصة بعلوم المناخ. وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب، حضر هيوز لموقع الاحتجاج بفم مغلق بخيط الجراحة برفقة القسوة طبيب الأسنان السابق مارك كولمان، وليحمل رسالة إلى محرر البيئة في صحيفة التايمز يطلب فيها الاجتماع ومناقشة قضية المناخ. وينتمي هيوز لحركة ناشطة في مجال البيئة تنوي الخروج في احتجاجات منظمة بداية من 23 أغسطس الجاري. وعن خياطة شفتيه يقول هيوز أنها محاولة يائسة تعبر عن أولئك الذين يعانون الإحباط نتيجة التجاهل المستمر لأصواتهم اللي تنادي بتسليط الضوء على قضية مهمة للغاية.